جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم النظر إلى الفتاة الأجنبية بحجة البحث عن فتاة صالحة، وهذا بقصد الزواج، وما حكم التعلق بها كما يقول من غير خلوة أي في أماكن معمورة؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز، لا يجوز النظر إلى امرأة لا تحل له بحجة أنه ليرى هل هي تصلح له أو لا تصلح، وإنما الرخصة وردت في حق من خطب فتاة، من خطب امرأة وأجيب إلى التزوج بها رضيته ورضيه وليها، فلا مانع أن ينظر منها ما يدعوه إلى الرغبة فيها، لأن ينظر وجهها وكفيها من غير خلوة بحضور محرمه. أما أن يتابع النساء وينظر فيهن بحجة أنه يريد أن يعرف التي تصلح له فيتقدم ليخطبها، الأمر في هذا لا يجوز، لأن الأصل تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات، وإنما الرخصة وردت في من خطب وأجيب إلى خطبته ولم يبقى إلا العقد، فلا مانع أن ينظر إلى ما يرغبه فيها بحضرة وليها. نعم، غير خلو.